عليكم جميعا احبتي في الله. تغنغ وماذا تشغل الكلمه الرئيس الجمعيه المحافظه على البيئه وتطوير المجتمع الاسري. تمني اخبر كي نهار يرنتج يكشف سن 16 تماركين غطاس الاعضاء مره نهار مره زفره والحمد لله ما نيني نتكيد في سبيل الله. وتشغل الكلمه يا الرئيس رخصو قيت راجع. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسمي رئيس الجمعية المذكورة قلت سي محمد أمين المال. نهارا جن نشاط أزيد زي 30 بوتية يعني مفرد النفايات. نتمنى نشي نزيد السكينة هذا نخثوش فوس وهذا نزيد نكسبو فوس هذا نخثوش فوس هذا يستهي الله تسيري إذا مني غادي شنطوا الله يرحم الوالدين أو مني غادي قطع غاشين جن شنطوا الله يرحم الوالدين تسيري إذا يستهي الله باش يستقيم وخا كم يوم فرض إن شاء الله خو مديت كمار هذه جمعة فرض ونتمنى أنقذ خذ زبايني أنقذ خو فرضني مرة وتشخيش الشكري مغا الى الاعضاء غناخذ دي الجمعيه ثاني حفظ سي ربي العالمين جنسي الجن هني حفظ سي ربي وراني هني كاين المجهودات نسن هني حفظ ربي وتشخيش جن الشكر الطاسي لجماعه اوكسان يعني تيشان خفوصه ثاني حفظ سي هني حفظ سي ربي العالمين مره وجن الشكر امغا يساعد القائد بني بويفرون يعني تيشان خفوصه ثاني حفظ سي ربي العالمين هذا هما يقابل البركه وسيدي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في امان الله. نتمنى ان شاء الله زي السكينه دوار قويه ولا ديال التحضيات يعني مره نتمنى وجي نتمنى السكينه يزدون ديال جماعه اوكسان دي بني بويفرون نتمنى العون العامل النظافه ان شاء الله توردينا دي فسن دينا دي فسن اذا مكسين افراد افراد اللي تكمكنو دينا دي فسن اذا مكسين افراد خصا اذا نتعاونم اتقم افراد دي ميكات اتشدم اتقم دي روبوتيات اماني تكني يجي في سلام واش نيموش هذا الشند هنا واش السلام عليكم ورحمه الله. بعد شكا حتى الرئيس سي محمد في مبادرة يمكن تسميج مبادرة بمشى الناس شكا حتى سي محمد خرت عاوتاني نقول انت النائب الجمعية أمين المال المهم جو مبادرة قد المستوى زعما صراحة خوم الساكنة تحسش نوعية النظافة بمشى الناس وغادي نقول تسمى كثر لا السكان تضمن لك عمر النظافة باش تيري كلشي غادي يديرين اورغانيزي كلشي غادي يدي ميكانيز باش تتفادى التحقق راه ديرو كم من قاس 30 مهند سيمانة يعدو دي تقدم مسائل. السلام عليكم. ونتمنى وني غاتجي غاش زهير هذا هذا تيتهي الله تيتسيري شو باش تيري ديما تلقى غاس مشي ما يستكن ومان بودا بنا مديا ويا تبريق ثاني تبريقين تيسان سيك الصابون سكادين ما يسكادين ومان يعني افرض وخيش جاي ندير بوتيات قدر العمل النظافة تكلف في المسائل تتازع مزي السكينة تضمن انك اكل عمال تحاول ما امكن تشد الميكي. شكرا السيد الصماد اشرف على الجامعه السكه بالبركه اللي تتعاون ان شاء الله نحفظ الله بالعالمين ونشكر على رئيس الجماعه الاعضاء نسمارك اكل وحفظ الله بالعالمين وفي امان الله.